احنا حاليا بسريلانكا، على الاغلب انك تكون شربت شاي جاي من سريلانكا، لانه سريلانكا من اكثر الدول اللي بتصدر شاي في العالم. هذا شاي بالفانيلا. هذا المنظر عادي احمر من جنب فيل وهو بيتمشى بالشارع. Can we take him with us? نعم. صباح الخير من كاندي، إطلالة كاندي المميزة. طلع من صبح بهيك يوم الساعة 9:30 الصبح، طالعين أنا وجروب من الهوستل اللي أنا فيه في كاندي. طلع هاي نقطة بتقدر تشوف فيها المدينة وكل إشي تاني. المدينة كتير خضرة. هاي سر. What's your name؟ نوا. نوا هو اللي حياخدنا اليوم. Let's go نوا. It's good. This is. طلع محلاها. Eat big Buddha. We need to cover up. Just let's. Yes. اخذنا هذا الباص. جينا هون لمعبد لبودا. Why didn't you cover your feet? حيتبهدل عشان مش مغطي رجله، احنا مغطيين تحت الركبة. They will deal with you inside. فهذا معبد بودا. زي ما حكيت لكم هون ثقافة البودا أو ديانة البودا هي 70% من البلد. اسمه بيج بودا وأظن فيه أكبر بودا في كاندي يعني. خلينا نبنوه. Nice view. Maybe next time we can see it without the yeah construction. جينا على حديقة بيزرع فيها كل أنواع الأدوية مع أنواع الفواكه المختلفة. How about like the red old bananas? Yeah, it is a different variety. In Sri Lanka, 23 types of banana. Okay, 20? 23 varieties. Red banana, one type, yes. Okay. It is taste different. It's good to sweet. Very good, yeah, yeah. It is more potassium than other, and calcium. Good for health. عندهم 32 نوع من الموز، واحد منهم الموز الأحمر اللي جربته آخر مرة. This is the size. أناناس صغيرة, baby. Ooh, this has a very strong smell. What's that? Khrem Shem. I know this. This is for food. What is it? Yeah, you can guess. Masala. What is it? Cinnamon. Cinnamon. I will. Okay. Yeah. حصل لي إشي هون عشان أشيل الشعر طريقة طبيعية. أنا اللي بدي أشيل شعره. هدول الناس اللي بتعبدوا البودا اللي هم المونكس بسموهم القرآن. بيستخدموا هاي العشبة بحطوها مع اشي تاني بخلطوها بمسحوها على شعرهم فالشعر ببطل يطلع عشان هيك هم بيكونوا قرع قرع يعني. بتسكر بتفتح على اللمس. بيشيل لي شوف اذا بيروح الشعر طلع. Next month, another time. And what I will do with this spot now? Now nothing to do. حط لي هذا العشب اللي لونه أصفر. 10 minutes هيك شل لي إياه بالماي. كل الشعر راح. لفة الأعشاب. الجاردن تور قلبت لمساج تور. شو ماهر؟ والله شيء فخامة مساج بالأعشاب. استأجرنا هذا الباص كامل ليوم كامل. بوصة. How many people this fits? 9 أشخاص ب 4000 سريلانكن روبي، يعني عم تحكي عن 18 دولار تقريبا. بضل معانا يوم كامل، بودينا هاي التور حوالين كاندي. أصلا نحن برا كاندي، يعني هاي الأماكن اللي نحن فيها بعيدة عن المدينة تقريبا 45 دقيقة. طلعنا أنا وماهر. هاي الخطة إنه نروح على كثير أماكن، والمكان الأهم اللي هو مصنع الشاي. يلا قهوه. ايش من قهوه؟ احنا تركنا كلهم، تركنا الاجانب، بدنا قهوه. غير بقهوه منكملش. ما بنكمل. No sugar. No sugar. Perfect. Thank you. How is it? It's good.
بس يعني قهوتهم خفيفة. اه بمصر. This is watermelon. Watermelon, kind of watermelon. You have like this one. Oh, yeah. Okay. Yeah. Okay. It's red from inside this. Yeah, it's red. Germany. فلسطين. أنت نسيت. فلسطين. فلسطين. U.S. Yep. Netherlands. And again Germany. We go to this road and you will see Sigiriya. Different view. عشان تلاقي مصانع شاي في سريلانكا تقدر تلاقيهم بأي مدينة بتروح عليها، بس كاندي واحدة من المدن المشهورة مصانع شاي. على واحد نورجيكم من جوا كيف بنصنع الشاي اللي بتشربه كل يوم. هلو. جيبوا من المزارع الشاي بيسيفوه هون ببوكسات، هاي اول محطة، بعدين بحطوه بالطبق الاول في هذا المصنع اسمه اللوفت. الشاي اللي نشربه هو اسمه شاي اسود بلاك تي، هذا المصنع متخصص بالبلاك تي. بحطوا هون الشاي عشان ينشف لمدة 12 ساعة. نزل الشاي، بعديها بالزحليط هاي لتحت. بقعدوا بدعجوا فيه زي هيك عشان يصير اشياء صغيرة. عم بتحول شوي شوي من عشبة لشاي شاي شاي حقيقي. According to the size, smaller sizes and bigger sizes. الشاي هون بيكون عشاب طبيعية من بعد ما يتنشف، بيجي لهون على الماكينة بتكسر شوي شوي عشان ينزل بهاي الطريقة، بيصير حبيبات صغيرة صغيرة صغيرة. هاي الحبيبات اللي بتنزل من هون اللي بتصير جوا ظروف الشاي اللي بالنهاية اللي بتشوفوها، بعدين بتنتقل للبروسيس الأخيرة. For the second time. هاي الماكينة بتيجي للفرع الثالث. هاي الماكينة أقدم ماكينة هون وبتنشف الحبوب على الآخر، لأنه الحبوب بيكون لسه في جواتها مي. Yeah, this is the burner from burner. The solution we are drying. Okay, so burn it. Yeah, okay. We are burning using firewood. Wow, okay. This is what happening always in tea factories. Yeah. Wow. Yeah. كل هاي أنواع شاي. هذا شاي ابيض اول مره بسمع عنه. نو جود اي وود سي فانيلا از بيست ذان مانجو اند ذان تروبيكال. عم بتفننوا بالشاي، بسووه مع الفواكه، بطحنوه مع الفانيلا، بطحنوه مع اي نوع فواكه بخطر ببالك، مانجا، اورنج. وين ما تكون باي دوله من العالم الا ما تكون شربت شاي سريلانكي او ظروف الشاي سريلانكي. This one needs sugar. Yeah. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Good luck. See you. So, what did you like mostly about the tea process or tea factory? I think I like how it built up. So we first got all of the information about how we make the tea. Yeah. And then in the end, it resulted in a very nice tea tasting with tropical teas. Yeah, the vanilla one was good too. It was amazing because it's such a daily product which you use. Yes, you like it, and I think the insights behind it. Yes. Seeing all the machinery around it and like at the end. التجربة حلوة وشفنا كيف بنصنع الشاي وجربنا أنواع الشاي مختلفة، أكثر من 17 نوع شاي من الأسود للأبيض. أول مرة بسمع إنه في شاي لونه أبيض. شوفكم المرة الجاي. سلام.